مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج شباب اليوم. دائما ما عودناكم في برنامج شباب اليوم أن نسلط الضوء على كل إنجازات الشباب، مواهب الشباب وقضايا الشباب وكل إبداعات الشباب، وإما كان الشاب الكويتي تلقون كاميرا برنامج شباب اليوم وبرنامج شباب اليوم وطاولة حوار برنامج شباب اليوم متاحة للجميع من الشباب الكويتي أن يجي عندنا ويتكلم بكل طاقاته وإنجازاته ومواهبه وحتى قضايا. وصلنا معاكم إلى الجامعة، وصلنا معاكم إلى كل جامعات سواء خاصة أو الحكومية، حتى برا الكويت، التربية والتعليم برا الكويت، حتى كل الطلبة المبتعثين في شتى الدول سواء كانت عربية أو أجنبية. تطرقنا إلى كثير من الأمور، كثير من القضايا سلطنا الضوء عليها بكل شفافية وبكل صراحة، وتطرقنا لها بكل صراحة. نتمنى إن شاء الله أنك تكون قد وفقنا في تغطيتنا لكل هذه المواضيع. اليوم بنتكلم عن إنجازات الأمانة الشبابية. كل يوم عن يوم قاعد تزيد إنجازات الشباب في الرياضة، قاعد تزيد يوم عن يوم إنجازات الشباب سواء كان في الرياضة الجماعية وحتى الرياضة الشباب الفردية قاعدين نشوفها تزيد يوم عن يوم. يمكن قبل كنا نلوم الشباب في مجال الرياضات الجماعية سواء كرة قدم أو كرة يد أو أي كرة ثانية، دائما نقول لهم أن مطلوب منكم كثير من الإنجازات، مطلوب منكم أكثر من الإنجازات. والأمانة أمس سعدنا وسررنا بخبر وبمباراة جميلة قدمها نادي القادسية الكويتي، والأمانة يمكن الكل أمس قدساوي وعرباوي وسلماوي والكظماوي وحتى التضامن والساحل وكل الفرق الكويتية والنوادي الكويتية كانت بصف وبجنب المشجعين ومؤازرين لنادي القادسية الكويتي. ألف مبروك لبني قادس، وألف مبروك لكل لاعبين نادي القادسية وإدارة نادي القادسية وكل قائمة على نادي القادسية وكل محبين نادي القادسية بمناسبة فوزه ببطولة هذه البطولة الغالية، بطولة كأس الاتحاد الآسيوي وحصوله للمرة الثالثة على التوالي، وبكذي يكون يقدر أنه يحتفظ بهذا الكأس عنده. وكأس كويتي مثل ما نقول بهذا الكأس يتم على الكويت، والأمانة في هذه المناسبة وبهذه الأثناء الاحتفالية قائمة الآن في مطار دولة الكويت باستقبال هذا الوفد الجميل ولاعبين الجميلين. نتمنى لهم التوفيق أكيد، ونتمنى أن يعودنا دائما نادي القادسية مثل ما عودنا وكل نوادي الكويت أنهم ينجزون دائما في سواء كانت الرياضات المحلية أو على مستوى البطولات المحلية أو حتى المستوى البطولات الدولية. نتمنى لهم التوفيق جميعا، نتمنى التوفيق لكل اللاعبين، للي أمس قدم مستوى متميز واللي ما قدم مستوى متميز نتمنى لهم التوفيق، ونتمنى لهم إن شاء الله النجاح دائما والتفوق بكل مجالات الحياة. الأمانة اللاعبين أمس يعني الروح اللي بادروا فيها بالمباراة والروح القتالية اللي شفناها في المباراة هذه بحد ذاتها شيء يعني يثلج الصدر، ونتمنى لهم التوفيق أكيد. وكل الشكر لكل من الجماهير اللي راح الحين في المطار ومستقبل نادي القادسية بهذا الفوز المبارك، ونتمنى لهم التوفيق. كذلك داخل محور الرياضة نبارك كذلك للبطلة الكويتية سجى العازمي ميدالية الفضية في أسياد آسيا حاليا لذوي الاحتياجات الخاصة، يمكن اليوم العصر سجلت هذه الميدالية الفضية، نتمنى لها التوفيق ولكل الممثلين الكويت من هذه ذوي الاحتياجات الخاصة، نتمنى لهم التوفيق، ذوي الإعاقة وفئة العزيزة على قلوبنا واللي دائما الأمانة يعني تخجلنا بما يقدمونه من إنجازاتهم، بما يقدمونه من تكريم للكويت ورفع علم الكويت في كثير من الميادين. نتمنى لها التوفيق لسجة ولكل أخوانها اللي موجودين في هذه البطولة، نتمنى لكم التوفيق. وكذلك أبطال الدراجات المائية فريق الكويت المنتخب الكويت للدراجات المائية تعادل بطبعا كامل النقاط وأخذ الدرجة الكاملة بالنقاط 300 نقطة مع فريق الولايات المتحدة الأمريكية وفي بطولة أريزونا، ونتمنى لهم التوفيق. ونتمنى كذلك أن أمس أن حظيوا بتكريم جميل للأمانة ومن كل فئات المجتمع وكذلك القطاع الخاص كرمهم، وكثير من المسؤولين كانوا متواجدين أمس في المطار في قاعة التشريفات. أقول لكم ألف مبروك، وإن شاء الله نوعدكم بالأيام الجاية إن شاء الله أنكم تكونون معنا هنا في الاستديو ونتكلم معاكم ونتشاور ونشوف شنو قدمتوا هناك وشنو الإنجازات. الأمانة دائما فريق منتخب الكويت للدراجات المائية دائما يتكلمون معانا بكل صراحة وبكل يعني سقف مرتفع، ويتكلمون معانا ويقولون لنا شنو صار معاهم المواقف اللي تصير معاهم، وأنا أدري إن صارت في معاهم كثير من المواقف بنتعرف عليها إن شاء الله من خلال إن شاء الله الحلقات القادمة إن شاء الله راح يكونون معانا ونتطرق أكثر حق هذا الموضوع. موضوعنا الثالث والأخير يمكن خلال نهاية الأسبوع
من تقريبا يوم الأربعاء لغاية يوم السبت. أمس كان في معرض أوتدور سبورت أند سفاري في أرض المعارض في مشرف. هذا الأمانة يعني المعرض الجميل اللي شفناه والشركات كم الكبير من الشركات الكويتية المساهمة والمشاركة، بالإضافة إلى الشباب الكويتي اللي موجود والقائم على هذا المعرض واللي هم أدوا هذا المعرض. والأمانة شفنا يعني صورة جميلة من هذا السوق والمعرض الخاص بمستلزمات البحر والبر، وخاصة نحن بلشنا موسم يعني ما بقى شيء تقريبا خلال أسبوع القادم إن شاء الله راح تكون موسم المخيمات، وعندنا إن شاء الله كم كبير من التوصيات إن شاء الله راح نوصيكم عليها إن شاء الله في قادم الحلقات عن المخيمات شلون تسوونها وشنو الآلية والأمور هذه كلها التابعة لإقامة المخيمات والنصائح اللي لابد أن تأخذون فيها ونتمنى أنكم تأخذون فيها سواء كانت على مجال البيئة أو غيره من النصائح. لنشوف معاكم هذا التقرير الخاص بتغطيتنا ووجود كاميرا برنامج شباب اليوم داخل معرض أوتدور سبورت أند سفاري. نشوف هذا التقرير ورد لكم حلقتنا وضيف حلقتنا لهذا اليوم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، احنا متواجدين الحين في معرض اوتدور سبورت اند سفاري، بنتطرق حق كل ما يتجول داخل هذا المعرض والشركات المشاركه وكل البوثات. تابعوا معنا هذا التقرير. احنا شركة شبابية إدارة كويتية، اللي نقدم احنا إدارة وتأجير شاليهات خاصة VIP وVVIP. ما عندنا نظام المنتجعات، كلها شاليهات ناس، نظام فلل، حمامات سباحة خاصة، خصوصية تامة حق الناس كلها، حق الشباب والعائلات. أول شيء إحنا قوارب والي، صناعة هولندية أول مرة بالميدليست، إحنا وكالة الميدليست. كل الطراريد one hole one mold، من داخل دبل هول هواء وضد الكسر، وبنفس الوقت الطراد ما يغرق مهما كان. عندك الطراد ضد الحرارة، يعني ما عندك مشكلة صيف حرارة، يركب عليه أي نوع مكينة تبي، أحجام زين. في الأحجام عندنا تراوح بين 7 قدم و15 قدم، عندك الأحجام اللي بينهم والألوان، عندنا ألوان متوفرة وايد. محلنا سبير ستور، محلنا طبعا كان في منطقة شويخ صناعية شارع المغفر. احنا هنا نقدم بضاعة حق السبير فيشينج والفري دايفينج اللي هو الغوص الحر بشكل عام، والصيد في البنادق البحرية. ما شاء الله الحضور طيب، ويعني ما شاء الله المشاركين، يعني كبداية بالنسبة للمعرض شيء طيب، يعني كحضور اللي أشوفه من الزوار، وكل يوم قاعد يزيد الحضور. احنا مجموعة شباب مهتمين بالصيد والقنص، وهذا بوثنا عارضين في صيدنا اللي احنا صايدينه في جنوب افريقيا، وعندنا وكالة ملابس للصيد واكسسوارات الصيد في جنوب افريقيا، وفي نفس الوقت ننظم رحلات حق جنوب افريقيا، رحلات قنص طيور ورحلات قنص الغزلان ورحلات بحرية. انا متخصص بتصوير سيارات، وهذه مشاركتي الثانية بالمعرض أوتدور سبورت أند سفاري. لها الحمد إقبال المعرض جدا جميل، عشان كذي شارك المرة الثانية. بالنسبة حق صور السيارات، أنا متخصص بتصوير السيارات، فأغلب الصور اللي تشوفها أنت هني كلها، أو مو أغلب، كل الصور اللي معروضة صور سيارات، منها شيء بالكويت، منها شيء خارج الكويت، منها شيء بأوروبا. طبعا احنا فريق رحال درجات رباعية، اشتركنا بالمعرض لنعلن عن انشطتنا. احنا عندنا 4 مشاركات بالسنة، واللي حاب يسجل ويشترك معانا عندنا اكاونت بالانستغرام رحال اندرسكور تيم، بالتويتر رحال اندرسكور تيم بالضبط. احنا مؤسستنا طال عمرك مؤسسة كيوت مونت، نستورد سيارات، نستورد قطع غيار، تجديد سيارات. شركة باور باتل سفاري احدى شركات مجموعة الفارس، متخصصة بالمارين والبر. عندها كذا ماركة، منها كيمكو ومارشل وطراريد روبالو وشابرال وبايلاينر وكويكسيلفر.
الحمد لله المعرض هالسنة جيد جدا وإقبال على موسم الشتاء خاصة بالبقيات من 90 سي سي إلى 700 سي سي كيمكو. الحمد لله تعتبر مشاركة جيدة جدا خاصة أن المعرض الثاني متخصص بأدوات البر والبحر. هذا الطير الجميل وهذا راعية، يعطيك العافية. الله عافيك. شنو هذا الطير؟ جير تفريخ ألماني. كم سعره؟ يعني تقريبا 60-70. بس؟ كذي يسوى أغلى جنة؟ لا يعني. يلا يعطيك العافية. الله عافيك. أعزائي المشاهدين، كان هذا نهاية تقريرنا الخاص عن معرض أوتدور سبورت أند سفاري. نتمنى التوفيق لكل القائمين والشركات المشاركة والشباب المشاركين بمختلف المجالات ومختلف الفئات. نتمنى لهم التوفيق ونشوفكم إن شاء الله بتقارير ثانية. مع السلامة. شفنا معاكم أعزائي المشاهدين هذا التقرير. الأمانة من أجمل هذه المعارض أنه كان يجمع بين الشباب الكويتي، خاصة الشباب الكويتي المقبل على التجارة وخاصة في مختلف الأمور، وخاصة الشغلات اللي يحبها من سواء كان البحر وكذلك البر. واللي لفت للنظر مثل ما قلت لكم أن الشباب حتى اللي شغالين داخل هذه البوثات هم شباب كويتيين، ونتمنى لهم التوفيق أكيد. لكن بالنسبة حق الصقر، الصقر يمكن الولد كان خاسف وايد بسعره، سعره تقريبا 3000 دينار يوم كان صغير، الحين أتوقع أنه يسوى أكثر من كذي. ونمسي بالخير على صاحب هذا الصقر، وهو قال إن شاء الله بتابعكم وبشوف إن شاء الله هذا التقرير. نتمنى إن شاء الله أن ننال على إجابة، وقال طلعوا ولدي، ضروري طلعوا ولدي، وإن شاء الله أن نكون طلعنا ولدك في هذا التقرير. كل الشكر لكل الجهات اللي شاركت في هذا المعرض، والأمانة استمتعنا جدا وإحنا نشوف ونتجول داخل هذا المعرض. نوعدكم إن شاء الله في القادم من الأيام إن شاء الله نغطي العدد أكبر من المعارض الشبابية، وخاصة الشباب الكويتي اللي داش مجال الاقتصاد. خلوني قبل لا أقول لكم عن تويتر وإنستغرام البرنامج أرحب بضيفي لهذا اليوم المصور المبدع أستاذ علي دشتي. علي حياك الله. يا هلا فيك. الله أرحب فيك برنامج شباب اليوم، ونتمنى إن شاء الله أن يكون الحوار جميل بإذن الله. إن شاء الله دامنا معاك راح يكون جميل إن شاء الله. الله يسلمك طول عمرك. أعزائي المشاهدين ذكركم وسائل التواصل مع برنامج شباب اليوم، سواء كان في برنامج انستغرام او في تويتر ظاهر على الشاشه على نفس السبيلنج مال الاكونت، سواء كان في تويتر تدزون لنا منشن او في انستغرام اخر صوره احنا حاطينها لحلقه اليوم، وعليكم الا تضيفوا لنا تعليق على هذه الصوره، وباذن الله ان شاء الله السؤال راح نتطرق له في نهايه الحلقه باذن الله، او بنهايه الجزء الاول من هذه الحلقه. بالبدايه عليك اول شيء اهنيك على هذه الهوايه، هوايه جدا جميله، خاصه انها توثق وتوقف لحظات من الزمن يمكن ما تنعاد على مدار سنوات كبيرة، ما تنعاد هذه اللحظات. بالبداية علي، متى كانت بدايتك في مجال التصوير؟ طبعا بسم الله، وأشكر هم قناة الشاهد وأشكر أخوي المذيع القطامي على التألق وعلى استضافة لي أنا. الله يسلمك. وعلى الديباجة الحلوة هذه، البداية حلوة. طبعا بدايتي أنا كانت من قبل تقريبا سنة ونص، بلشت فيها أنا بلشت بالبداية كمصمم، لكن تعاملي مع الألوان وتعاملي مع الأشكال واللاينز والفيكتورز حبيت أن أدخل شيء زيادة معهم اللي هو الفوتوز، وغير شيء هم دخلت اللي هو الفيديوز، اشتغلت على الفيديو أديتينج والحركات هذه، فالشغلات أضافت لي شيء أنا ما كنت مستوعبة من قبل، اللي هو خصوصا الشاربنس مال العين نفسها. لما عينك تطالع كذا صورة وتطالع شغل غيرك وتطالع الشغلات العالمية اللي قاعد تصير، نظرك يقوى، وحتى جمالية الشيء اللي تشوفها أنت، جمالية الخالق سبحانه، تشوفها غير لما أنت تشوفها كإنسان عادي ما تستخدم أداة التصوير أو أيا كانت. جميل. طيب علي، أنت قلت ذكرت مسألة التصميم، هل التصميم اللي تقصد فيه الجرافيكس طبعا، التصميم الخاص بها الأمور؟ إيه نعم، الجرافيكس اللي هو التصاميم، الكروكيز، اللوجوز، اي شيء يتعلق بالجرافيك ديزاين. جميل. طيب تشوف في علاقه ما بين الاثنين، ما بين التصميم وما بين التصوير؟ والله انا اشوف في لها علاقه. ليش؟ ان انت قاعد تتكلم عن التصميم، التصميم ذوق، وبالمقابل هم الوان قاعد تتكلم فيها، انت قاعد تتكلم عن طريقه التنسيق ما بين اللون هذا، شلون تدخل على اللون هذا، وين تحط هذا، فهذا قاعد يعطيك النظره والذوق بالفيو اللي قاعد تصوره انت. جميل علي، يمكن احنا كشباب ندري ان في كثير من الهوايات
وكثير من الشغلات اللي ممكن نمارسها بيومنا سواء كانت كرة قدم وأي يعني شباب ما شاء الله مجال مفتوح لهم من الهوايات وسقف الهوايات ممكن بطل أكثر من خواتنا. فكشاب كويتي ليش اخترت هذه الهواية بالذات يعني التصوير والتصميم وأنا أدري أنك حتى ما شاء الله عليك رسام فإيش معنى هذه الهوايات بالذات مو هواية ثانية؟ هو بيني وبيني كان في هواية ثانية غير الرسم بس يعني أنا أتكلم أكثر على التصوير والجرافيك ديزايننج. ليش إنه أنا قلت لك أنا بالبداية أول ما اشتغلت تقريبا كان عمري 12 سنة بلشت بالتصاميم ما شاء الله 12 سنة ما شاء الله وتعلقت فيها إنه بشكل خيالي كنت أصمم يعني بالبداية كانت إنه مجرد بس تغيير الخلفية والقص وتغيير الألوان شغلات البسيطة ما تعمقت بالأفكتات وغيره لكن أنا حاجتني مشكلة إن لما أبي أركب مثلاً بدمج صورتين مع بعض عندي المواد شوية ضعيفة لما بدش على جوجل أو أي محرك بحث نعم. ألاقي فيها النتائج البحث شوية ضعيفة فقلت ليش إن أنا ما أصنع موادي الخاصة يعني إذا أنا أحتاج أدمج صورتين مع بعض أنا أنتج أو أنا أصمم المواد اللي بدمجهم بالنهاية والحمد لله مشت معي الأمور سليمة. جميل طيب علي خذيت في مجال التصوير دورات ورش هالأمور هذه؟ والله للأمانة دورات ورش ما خذيت أكثر شيء كان اعتمادي على الفيديوهات والتوتوريالز التعليمية تعبث يعني من اليوتيوب من التعليم الذاتي خلينا نقول التعليم الذاتي وأكثر شيء كان تعبث يعني أنا من ناحيتي أنا إذا بنصح أحد إنه يتعلم بالتعبث لأن التعبث أنا أقول تقريبا 80% أو 70% من التعلم يعني بس مو ممكن انه ياخذ وقت اكثر مساله انك يعني تجرب مره مرتين ثلاث اربع ممكن ياخذ منك وقت اطول من انك لما تدرس هو حبك للشيء يوصلك للنتيجه اسرع يعني اذا انت حاب الشغله غير لما انت تقول والله هذه هبه الموسم وانا بتعلم عشان اواكب العصر جميل شوي هبه يعني سمعنا كلمه يعني كلمه يمكن انا ادورها وايد واقولها حق المصورين وايد هل التصوير هبه هو هبه ومهبه شلون هبه وشلون مهبه هو في مرات تكون الهبه شيء حلو ترى وفي مرات الهبه لما تزيد عن حدها تضرب لك مجتمع كامل فانا ما ابي اتعمق وايد الموضوع فانا اقول لك لا التصوير مجتمعنا هذا وايد هبه لما انا اشتري كاميرا بسعرها شيء الفلاني اصور فيها اوتو ما اعتبر نفسي مصور غير لما انا اصور الماني والان اتحكم بالارقام انا اتحكم بالمثلث الاضاءه انا اوزع اضاءتي تكون هني انا قاعد اتكلم عن شيء ماني ولا هني قاعد اتكلم عن انا بيجنر زين لما بيصعد على الادفانسد انا عارف المانيوال عارف شلون اوزع اضاءتي هني ممكن انا اصعد فابلش من الصفر من المانيوال من اتحكم بالارقام عارف انا انه وين ما تقط المصور ممكن انه يصور باي انه يطلع لك شيء من ولا شيء جميل يعني تشوف نفسك أنت تتبع حق المدرسة اللي هي تجريبية أكثر من المدرسة اللي هي تقول لك أنا أدرس وبعدين أجرب هو شوف تبي الأفضل طبعا الدراسة بس دائما يعني حتى الدراسة تثبت أن الهاوي يطلع لك نتاج أفضل من الدارس أو متعلم لأنه ممكن أنا أتعلم بس أنا مو حاب الشغلة كثر الهاوي أكيد الحب راح ينعكس على يعني مسألة الصورة حتى الصورة تبين حبك مدى حبك للتصوير ينعكس على الصورة نفسها يعني. طبعا أنا ذكرت لك البداية قلت لك حبك للشيء يوصلك اللي أنت تبي والمستوى اللي أنت تبي أسرع وأفضل جميل طيب أنت باعتقادك هل تشوف أن مسألة التصوير هي هواية أم هي موهبة للشخص نفسه هي طبعا أنا قلت لك أنا هاوي هم نفس الوقت ممكن أنا أغطي إيفنتات وأشتغل كنت قاعد أشتغل فيها ردي من بزنس فيها صحيح فاهم علي أنا ما أخذها هواية لأن أنا ردي طالب جامعي فأنا عندي الأهم والمرتبة الأولى أن أنا أخلص جامعتي بعد الجامعة ممكن أنا وقت فراغي ممكن أنا أشغلها بهوايتي اللي ممكن تفيدني وأنا أعتمد على نفسي فيها جميل يعني أنت تشوف أن التصوير هو هواية ما هو موهبة لا هو هواية جميل طيب شاركت علي في معارض أم لا؟ والله شاركت معارض بس شاركت بمعارض كمشارك ولا كمشارك تقطيع إعلامية صور وهالأمور هذه كلها إيه كمشارك شاركت الحمد لله تقريبا سبع أو ثمان معارض كانت بداية الكويت الكرامة نعم شاركت بأرتكسبو شاركت بكذا معرض وحتى المعارض التغطية الإعلامية كنت موجود فيها الحمد لله بس ما مع جروبات تصوير كنا نغطي إعلامية للمعرض كله
جميل. طيب علي، تشوف أن مسألة دخول المصور حق مثل هذه المعارض ويعرض الصور الخاصة فيه، هل تشوف هذا الأمر مفيد له؟ هو طبعا مفيد على حسب شغل الشخص نفسه. كل الناس تصور، كل الناس عندها شيء تغيرنا، لكن أنت شلون تقارن بين شيء وشيء بقوته؟ يعني أنا أصور واشتغل على صوري، وغيري هم قاعد يشتغل، قاعد نتنافس اثنيناتنا، بس غيري عنده شيء افضل مني انا قاعد يقدمه، هني ممكن انه يجذب انظار الناس. انت شنو تقديمك؟ شنو شلون طريقه عرضك للصور؟ هذا واحد. ثاني شيء، شغلك على الصوره قاعد تتعب عليه ولا لا؟ مو مجرد ان خذيت صوره وكان بها. جميل. طيب، انواع التصوير اللي يفضلها علي، شنو انواع التصوير اللي يفضلها او يتقنها بنفس الوقت؟ اللي افضلها صراحه الدمج. شنو تقصد الدمج؟ اللي ما بين تصوير والصور، يعني صورة وتصميم، ولا شنو تقصد فيها؟ هي أنا أقول لك الدمج أرادي، هي تقريبا تشرح لك قصة بصورة، يعني ممكن أنا أستخدم أسلوب السريالية فيها. أصور لك صورة واقع إحنا نعيشه، لكن بصورة ثابتة ما تتحرك. لكن علي القطامي يفهمها شيء، علي دشتي لما يشوف الصورة يفهمها شيء، غيرنا وغيرنا لما يشوف الصورة يفهمها شيء. أنت على حسب فهمك، على حسب شخصيتك أنت اللي عايشة شنو، هذه طريقة الدمج. ممكن تكون طريقة وناسة بشكل فكاهي، نفس طريقة الكاراكتير أو السريالية. جميل. طيب السمي، خلينا نشوف مع بعض هذه الصور خاصة فيك. يا ليت الإخراج بس الكنترول يعطينا إياهم تو بوكس. خلينا نشوف هذه الصور، تشوفها معانا خلنا نعلق عليها. هذا توقع الصورة فيها الدمج، ها فيها مسألة الدمج. هذه دامج فيها تقريبا سبع ليرات، وفيها الديجيتال ارت، فيها رسم. شنو المقصود فيها هذه؟ يعني هذه للوناسة مسويها صراحة. يعني هدفها الوناسة. هذا هدفها الوناسة. جميل. يا ليت نشوف الصورة اللي بعدها. هذه الصورة، الصورة اللي بعدها ترمز حق شيء اتوقع. هي ترمز حق وايد شغلات. مثال للأمانة، وهو هذا صاحبي غتيبة العصفور، مسي عليه. القصد منها طبعا هو مو فاهم الحركة شنو معناتها، لكن أنا يوم سويتها أنا قلت له بسوي كذي كذي كذي، قال لي مو مشكلة أنا وياك. القصد منها إن في ناس تطلع من بيوتها، اليوم أنا مودي مستانس، اليوم أنا مودي متضايق، هو يصنع موده بنفسه. هذا واحد. ثاني شيء، أنت عندك في ناس تطلع من بيوتها، أو غير لما تطلع من بيوتها تلاقي عنده وجهين. فاهم علي؟ عنده أكثر من وجه. أكثر من وجه عليك نور. يعني سالفة المجاملة أنت عندك، ليش تجامل دام أن أنت عندك القدرة أنك تواجه؟ فهذه قصة الصورة بكبرها. جميل. خلينا نشوف هذه الصورة. توقع البنت هذه اللي شايرة تفاحة. طبعا التفاحة كانت صفرة. كانت صفرة التفاحة، والخلفية كانت هي اوريدي التصوير كرومن، انا اقدر تسمح لي ان انا اغير الخلفيات اللي ابيها. أي. وتعطي ليش ان تكون مو شرط تكون خضراء، الكروما هي اهم شيء ان تكون مخالفة للون اللبس، بلون مخالف للبس، عشان انا اقدر اتحكم بالكيما للون نفسه، واشيل اللون، اعزل اللون بصوب، وانا احط الخلفيات اللي انا احتاجها. جميل. خلينا نشوف هذه الصورة بعد. هذه الصورة العبود، أبيض وأسود. أي عبود، هذا من الأهل طبعًا. أنا أكثر شيء لما بجرب التصوير أجرب أكثر شيء على الأهل، عشان حتى لما أنا بقدم شيء حق الناس لا أجرب على الناس، أن أعطيهم الكواليتي المطلوب. فهذه صورة طبيعية، لكن بس اللي سويت فيها شيء واحد اللي هو البلاك أند وايت، وتحكمت بالألوان والكنتراست مال اليالو والألوان الثانية. جميل. هذا قاعد نشوف واحد وماسك التيشيرت الثاني. ايه، بدون راس، بدون اي شيء. هو انا كان فكرت اشيل ليد، بس شو راح يكون شايل البلوزه. اي صحيح. هذه الصوره طال عمرك فكرتها كانت بسيطه، لو نرجع لها بس الصوره اللي طافت. اي يا ليت. طيب نعلق عليها من غير لا نرجع لها. هذه انا كنت اوريدي فاضي، ما عندي شغل. قاعد طالع الشورت اللي انا لابسه. طبعا الشيء اللي انا لابسه بس مجرد بس الشورت، واللي هو الفنيله، الباجي كلهم تركيب. وتكرم الجوتي اللي انا لابسه. الباجي الصوره كلها تركيب. حطيت لي طقه بالعين وشويه افكتات دم، وشي خلصنا الصوره كلها. جميل. خلينا نشوف الصوره اللي بعدها. في صوره بعدها. اي هذه انا اتكلم اوريدي عن تخصصي. كنت ماخذ بالكورس نفسه، كنت ماخذ لاب فيزيكس، واللاب الفيزيكس تقريبا طلع لي قرون. فبتكلم عن الواقع اللي انا كنت عايشه باللاب نفسه.
ايش كنت قاعد اسوي باللاب؟ انا كنت قاعد اشيل من هذا اشيل من هذا ويطلع لي كله غلط. زين علي ركز. يعني المعيد كان يشرح شيء ان التخصص انا ما كنت حابه وغيرت تخصصي الحمد لله. جميل. طيب علي دائما حق الرسام والمصور ودائما كل شخص صاحب موهبه وصاحب فن تلقى عنده طقوسه الخاصه حتى بطريقه تصويره. علي شنو الطقوس الخاصه لك لتصميمك وحتى تصويرك وحتى رسمك ما شاء الله عليه؟ اقول لك ما تضحك علي. احب الازعاج. الازعاج ازعاج على عكس كل الفنانين. طيب. انا والله للامانه احب الازعاج. يعني انا بالبيت لما اشتغل تلاقي التلفزيون شغال الجهاز نفسه هم شغال فيها موسيقى وين كانت. تلاقي ناس تسولف في يمي. يعني حتى هذا طبعي انا بالشغل وحتى حتى حتى لما بنام هذا وضعي انا ما شاء الله. يعني اي والله زين. يعني الازعاج جوك؟ هذا جوي. عطني ازعاج انا امزج هني. زين. طيب تاخذ دام انك دشيت معرض من قبل هل تحرص انك تاخذ اراء الناس بكل صوره او تصميم صورها او اي شيء تسويه؟ سؤالك وايد حلو. طبعا اخذ راي ناس مو ما اخذ. بس المشكله شنو؟ المشكله لما انت تكون مصور علي وانا اكون مصور اما ياخذ رايك اخذ رايك كصديق بالبدايه. نعم. واخذ رايك انت كانسان لك خبره بالمجال هذا. نعم. كصديق انا ادري انك ما راح تجاملني اذا كنت صديق على قولتهم حقيقي. زين. انت صاحب خبره لما انا اعرض عليك صوره اخذ رايك معناته ان انا عندي شيء ناقص او قاعد اخذ رايك عشان انت تنصحني لان انا جيت لك عن طرف الصداقه وعن طرف الخبره. نعم. فانت تفيدني ما تكسر مجاديفي. يعني هذا اللي قاعد يصير معنا الحين. انا للامانه الحين بالوقت الحالي ما فكرني انا اسال احد. ليش؟ لان لما انا يسالك علي تكسر مجاديفي وتقول لي شغلك تعبان شغلك ضعيف شغلك هو زين انت ما تدري الشخص اللي قدامك قاعد يتقبل النصيحه باي طريقه قاعد يستقبلها. نعم. هل انا قاعد استقبلها ان انا قوي من نفسي؟ هل انا استقبل النصيحه نصيحتك خذيتها وخذيت كلامك ان انا راح اوقف شغل؟ فانت هم لك المفروض ان تكون عندك القدره ان انت توصل معلومتك بشكل لبق ومن غير لا تجرح اللي قدامك. هذا اللي احنا مفتقدينه بهالايام هذه. حتى لو تنصح او تسمع من اهل الخبره تلاقي يرد عليك بكلمه كلمتين وكان بها. طبعا مو الكل البعض ولا اكثريه. يعني جميل. علي دام وصلنا حق قريب النهايه نبي نعرف علي طموحه لوين في هذا المجال؟ الطموح طبعا ما راح توقف لاي حد معين لانه ما في احد طموحه لحد معين ويوقف. كلنا نشتغل نعطي اللي عندنا نسوي اللي عندنا نتعلم من اخطائنا بعد ما نتعلم نطبق من اخطائنا. بهالحاله هذه من نتعلم من نسوي نوصل لمرحله ان يعني ما راح توصل للنهايه. يعني مجالك انت بحر كثر ما تتعلم كثر ما تكون شغلات تطلع جديده. انت عندك النيو جينيريشن شغلات قاعد تطلع لك انت ما تدري من وين. يعني شغلات قاعد تطلع من ولا شيء. نعم. فهم تتعلم من الشغلات هذه وتوصل. يعني ما في الطموح ما لها حد. جميل. اتمنى لك التوفيق اكيد. بس قبل لا اتمنى لك التوفيق احد الرسائل اللي وصلتنا من احمد الكندري وفهد الكندري وفهد الطويل يشكرونك جزيل الشكر ويقولون لك دائما متميز يا علي ودائما طلالتك جميله ويعطيك الف عافيه. اتمنى لك التوفيق علي ان شاء الله وتستاهل هذه الكلمات الجميله بحقك. وانت ما شاء الله عليك مبدع ودائما نشوفك في كل ايفنت نشوفك دائما متميز ومتواجد. اتمنى لك التوفيق اكيد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وهم اشكرك يا استاذي استاذ علي طامري وهم اشكر قناه شاهد واشكر شباب اليوم على استضافتي الحلوه هذه. وهم اشكر الشباب بعد ربعنا وما قصروا على الكلام الطيب هذا وعلى العين والراس. يعطيك العافيه. الله. علي. اعزائي المشاهدين مستمرين معكم في حلقتنا لهذا اليوم لكن الجزء الثاني من الحلقه راح تكون عن الصحافه والشباب ودخول الشباب الى مجال الصحافه لكن عقب هذا الفاصل القصير. لأنك غير أنت لأنك غير إحنا نحبك دايم عساك بخير دايم عساك بخير ربي حظك أنت لأنك غير أنت لأنك غير إحنا نحبك دايم
عساك بخير دايم عساك بخير ربي حفظ يا نبض القلب عشق الكويت وغاليها وغاليها حبيب الشعب عمود البيت وحاميها وحاميها يا نبض القلب عشق لأنك غير احنا نحبك دايم عساك بخير ربي حفظك يسهل الصعب حسن فكرة وتدابيرة وتدابيرة يا أطيب قلب فيها الديرة يحب شعبه يحب شعبه يسهل الصعب حسن فكرة وتدابيرة تدابيرة انت لأنك غير عساك بخير دايم عساك بخير ربي حفظك لأنك غير انت لأنك غير احنا نحبك دايم عساك بخير دايم عساك بخير ربي حفظك حياكم الله مشاهدينا الكرام رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير وبدايتنا اليوم مثل ما قلت لكم قبل الفاصل مع الصحافة والصحافة الإلكترونية ومو أي صحافة الصحافة الشبابية وخاصة أن شفنا كثير من الشباب الكويتي غزا عالم الصحافة والأمانة يسعدنا مثل صدورنا أن نشوفنا سواء كان في الإعلام الإلكتروني أو حتى في الصحافة الإلكترونية أو حتى في الصحافة الورقية أن نشوف الأسماء الشبابية الكويتية بدأت تكتب والأقلام الكويتية الشبابية بدأت تكتب خلوني بالبداية أرحب بضيفي لهذا اليوم الأستاذ الصحفي مبارك الميع صحفي جريدة أكاديمية الأكاديمية حياك الله الله يحييك ويبقيك والله يعطيكم العافية على الاستضافة ومشكورين وأمسي على المشاهدين ومسي على قناة الشاهد اللي استضافتني والله يعطيكم العافية الله يعافيك بالبداية أستاذ مبارك دائما نقول متى كان بدايتك في هذا المجال في مجال الصحافة وخاصة أن هذا الصحافة الإلكترونية اللي خلينا نقول الجديد واللي بدأ على الساحة بشكل جديد بسمع إجابتك لكن أعزائي المشاهدين لأي سؤال لضيفنا لهذا اليوم سواء كان في تويتر أو في إنستغرام على نفس الأكاونت الذي راح يكون ظاهر أسفل الشاشة في تويتر دزول لنا منشن وفي إنستغرام دزول لنا تعليق على آخر صورة لضيفنا لهذا اليوم أستاذ مبارك مثل ما قلت لك بدايتك ليش هالمجال بالذات في البداية أنا بديت في 2012 الحين صار لي سنتين في هالمجال المجال الصحافة مجال واسع يعني ومجال يخدم المجتمع ويخدم الناس وخلال سنتين تغيرت عندي أشياء كثير في هالمجال هذا جميل شنو الشغلات اللي تغيرت في عملك وطبيعة العمل داخل المجال الصحفي طبيعة العمل يعني أن الواحد كون علاقات كون صداقة مع ناس وصل رسائل رسائل هادفة وفي رسائل يعني شوي يعني ملاحظات يعني قاعد نعطي ملاحظات على خصوصا على المجال الأكاديمي الجريدة أكاديميا تتكلم عن المجال التعليمي والأكاديمي فإحنا نوصل رسالة في هالمجال جميل طيب نبي نتكلم ليش اخترت الإعلام الإلكتروني ليش مو الصحافة الورقية اللي يعني يمكن هي من أقدم الصحافة اللي موجودة في الكويت بالنسبة لاختياري إلى الصحافة الإلكترونية
احنا في شفنا في هالفترة الأخيرة يعني من خلال تقريبا 3 سنوات الناس خلاص يعني مع احترامي للجرائد الورقية ولكن الإقبال صار أكثر على الجرائد الإلكترونية وسهولة الخبر وسهولة نشره ويعني يعطيك مساحة أكبر تقدر تعبر على راحتك وضع صور أكثر. هذا هو المجال اللي خلاني أميل للصحافة الإلكترونية. طيب ما تشوف الصحافة الورقية لا زالت يعني هي ممكن يكون فيها طابع ورونق خاص فيها تختلف اختلاف كلي عن الصحافة العادية اللي هي الإلكترونية عفوا الحديثة هذه؟ أستاذي هي صح للحين لها طبعا لها مكانتها ولها في فرق بين الصحافة الإلكترونية والصحافة الورقية. نعم. الفرق كبير أن الصحافة الورقية سواء كان إعلان أو خبر وزاري إلى آخر الأخبار يعني المهمة تكون ثابتة لها طوابع ولها يعني وجود ثبات. أما الإلكترونية ممكن أن يعني يكون فيها يعني يعني يدخل على الموقع فايروس مثلا ولا شيء وتضيع المعلومة أو تضيع يعني كذي التكنولوجيا هذه تتطور يعني مو نفس الورقية. الورقية تكون مكتوبة محفوظة يعني بالأرشيف مثلا أو جميل. هل عملك تعمل كمتطوع في هذه المجلة أم مقابل يعني المادة؟ هل عملك تطوع فيها أم مقابل المادة؟ بالبداية أنا أعمل كتطوع في الجريدة أعمل متطوع معه ولكن أستلم راتب مو مادي أستلم راتب معنوي لأن الجريدة أنا أقول لك الجريدة أنت لما تمشي يمكن راتب معنوي إيه هذا يمكن الراتب اللي يفتقده الوايد ناس يمكن الراتب المعنوي والله هذا أنا أشوفه الأمانة يعني أكثر بكثير من المال. المال حنا اللي نصنع لكن المعنوي هذا يعني الأشخاص اللي تصنع لنا مو حنا اللي نصنع. أما المادة تروح يعني مع الأيام تروح لكن هذا يحفزك يخليك إنسان غير يعني يعني لما تكلمني عن المعنوي أنا عشت في أسرة في أسرة جريدة أكاديمية يعني كلهم أوجه لهم ما أستثني أحد كلهم يعني أتكلم عنهم وأقول مشكورين يعني تغيرت أشياء كثيرة تطرقت لأمور أكبر شفت الحياة يعني على قولتها في العمل التطوعي من هالمجال هذا يعني عندك إحنا نتعامل ويا ناس يعني راقية مثل الدكتور عبد الله والدكتور أحمد والأستاذة فاطمة كلهم ناس راقين حسن المعاملة يعني هو عمل تطوعي لكن شنو اللي أنا اللي أبيه يعني أنا لما الحين أروح وسعة وأتحرك أنا قاعد أدي إنجاز ولما في ناس تساعدني يكبر الإنجاز عندي. جميل. طيب تعتقد أن مسألة الصحافة والعالم الصحفي والكتاب وهالأمور هذه كلها هل تشوف أنها أستاذ مبارك هل تشوفها أن تميل جانب الموهبة وهالأمور هذه أم تحتاج إلى مسألة الدراسة وغيرها من الأمور هذه؟ هو في نقطة موهبة لا بد توفر الموهبة والرغبة الرغبة قبل الموهبة فيها الأمر هذا والدراسة علشان تقدر تطور نفسك. الدراسة معناتها تطوير للنفس أنت لما تدرس وتسعى هني تطور من نفسك إنزين. أما الموهبة فينا في موهبة صح موهبة شلون تجيب الخبر شلون يعني صناعة الخبر شلون يعني تكون متواجد وياهم بحيث أن تكون هناك أخبار على طول أنت وياهم تكبر علاقاتك هذه هي الموهبة. أما الدراسة لابد منها. جميل لابد منها. طيب شخصيا درست أنت المجال الصحفي هذا؟ أنا درست ولكن خارج الجامعة أنا يعني قاعد أقرأ يعني بلشت قاعد أقرأ يعني شوي يعني تعليم ذاتي يعني تعليم ذاتي يعني. جميل. هل تشوف بنظرك هل الشاب الكويتي أثبت وجوده في العمل الصحفي هل هو قادر على العمل الصحفي والإنجاز الصحفي؟ نعم أثبتت لنا في الأول الأخيرة الجرائد الإلكترونية أثبتت أن في ناس عندها مواهب وعندها دراسات كبيرة من في هالمجال يعني ناس يعني على قولتهم يمكن قبل في الجرائد الإلكترونية الجرائد الرسمية عفوا ما كانت تطلع المواهب هذه ولكن الحين شفنا مواهب كبيرة طلعت من عندنا ناس يعني ما شاء الله مبدعين كيفية التحقيق كيفية جلب كيفية تجيب الخبر كيفية التقرير صياغة الخبر. نعم صياغة الخبر يعني ناس أبهرونا يعني بصراحة يعني. جميل. ما تشوف أستاذ مبارك ما تشوف أنها مهنة شاقة شوي الصحافة يمكن إحنا في الإعلام المرئي شوي يكون يعني أهون نوعا ما من الصحافة خاصة الصحافة أمور مكتوبة لغويا وكذلك يعني صياغة لها تحتاج صياغة تحتاج طابع خاص فيها. نعم هي الأمر ما في شيء اسمه سهل سواء مرئي أو مقروء كل شيء صعب بس مو صعب عفوا كل شيء يحتاج إلى مبادرة.
أنا الحين لما أبادر راح أطلع بنتيجة. هو صح أنا وياك شلون تروح تجيب الخبر وشلون تروح ممكن تواجهك حتى بعض المواقف إنه ما تقدر تدخل ممنوع خصوصا الجرائد الإلكترونية في بعض الأماكن ترفضك. الحمد لله ما صارت معي بس في بعض الأماكن يقول لك أنت مو جريدة رسمية تجايب لي أوكي هوية ولا جايب لي لا مانع بس أنا أرفضك. تواجه من هالمشاكل هذه لكن الحمد لله الأمور كلها تتسهل تتسهل أحسن يعني. طيب سمعنا تصريحات من يمكن وزير الإعلام في شأن الجرائد الإلكترونية وأنه راح يكون في يعني قوانين ضابطة لهذه الجرائد. هل الأمور هذه راح تساعد الجرائد الإلكترونية بانتشار أكبر من قبل؟ نعم وحنا نتمنى ذلك. نتمنى أن يكون في أنها تكون رسمية. نتمنى أنها لأنها الناس خلاص قاعدة تتابع كلها مثلا بتويتر والإنستغرام كلها الناس ما عاد تقرأ يعني قليل. أنا أحترم من الجرائد الورقية ولكن خلاص التكنولوجيا تغلبت على كل شيء يعني تكنولوجيا حتى التدريس صار بالتكنولوجيا تعليم. طيب وين تطمح هدفك في عالم الصحافة ومجال الصحافة؟ والله أنا يعني مالي ما حددت لي هدف معين ولكن هدفي يعني أنا ما حددت هدف أوصل له لكن هدفي أنا من داخل أنشر أفكار الناس. الصحافة شنو يعني أنا من وجهة نظري أنا أشوف شنو الصحافة. الصحافة بين المسؤول والمجتمع في فرد. الفرد هذا اللي هو الصحفي يوصل كلام المسؤول يوصل آراء الناس أو المجتمع. جميل. طيب في يعني صحفيين مميزين معينين مبارك دائما يحرص على متابعتهم. نعم. من أنا عندي هم أستاذين عندي نواف الميع عمي هو صحفي في الراي موجه له تحية أكيد. أي طبعا أكيد أبو محمد يستاهل. وعندي كنت أرجع له يعني مثل ما تقول مرجع لي كنت أسأله في كل شيء. وعندي مبارك الشمري من الوطن هم نعم هم نفس الكلام يعني أرجع له كان يساعدني في أمور مثلا في أخطاء أو شيء كذي. كنت يعني هم الاثنين هذول أساتذتي. تحاول تستفيد من بشكل عام من الصحفيين كلهم سواء كويتيين أو أجانب أو غيره من الأمور. نعم أي فرصة تجيني أحاول أني أستفيد منها على قد ما أقدر لأن هذا تعليم والتعليم ما له حد معين. تشوف من قراءتك لكثير من المقالات هل تشوف قراءة المقالات تعلم الشخص وخاصة الصحفي في هذا المجال؟ نعم تفيد الصحافة. شنو اللي تعلم الصحافة للشخص؟ أبرز لو بسألك الحين سؤال يمكن أبرز الأمور اللي علمت الصحافة حق مبارك الميع. أبرز الأمور اللي هي المجال التعليمي. أنا ركزت على المجال التعليمي مثلا بحثت في الأخبار بحثت في الجرائد خصوصا عن المدارس مع المدارس شنو إيجابيات المدارس سلبياتها. فوصلت إلى مدرسة وتكلمت عنها والحمد لله يعني المدرسة يعني خيال يعني مدرسة خيال يعني. جميل. كصحفي مبارك يمكن أنا بستغل الفرصة أن تكلم تطرق حق موضوع مهم بجانب صحافتك. أنت ما شاء الله عليك متطوع في هذا المجال يعني. نعم. تطوعا داش هذا المجال مجال الصحافة. نعم. بينما يمكن في كثير من الصحفيين يعمل مقابل مادة وهذا هو عمله أصلا أنه يكون صحفي. يعني بقتنص الفرصة أنا أتكلم عن مجال التطوع كونك صحفي في مجال التطوع. شو اللي يغير في الشخصية خاصة أن إحنا ندري ونعلم بأن التطوع له أثر كبير على في حياة الشخص وفي يمكن سير حياته سلوك حياته ونمط الحياة يغيرها التطوع. التغير اللي طرأ على مبارك ما بين قبل دخول مجال التطوع بعد دخول مجال التطوع. في البداية أستاذي سواء أي عمل تطوعي أي عمل تطوعي بالكويت هذا لازم يكون له أثر إيجابي على الواحد. أنا الحمد لله اللي استفدت يعني ما أقدر أحدد لك أي شيء معين ولكن استفدت أشياء كثيرة من الجانب هذا. لكن أكيد من المشاهدين ودهم يعرفون شنو مدى الاستفادة من العمل التطوعي وخاصة منك ما شاء الله عليك صاحبي فأكيد راح تصيغ لهم صياغة جميلة تحفزهم يعني العمل التطوعي. يعني أقل أدنى الأمور العلاقات وحب الناس ورضاء الناس هذه أبسط الأمور يعني اللي قادر الصحفي على أن يرضي الناس. هو إرضاء الناس غاية لا تدرك. نعم. ولكن إن شاء الله أنه يكون قادر على الأغلبية. جميل. وغيره من الأمور اللي قد تعلمك إياها مجال التطوع. علمني طبعا زيادة الثقة في النفس. الحمد لله فيني ثقة في النفس بس زيادة الثقة في النفس والتحاور مع الناس وشلون الجراءة والتحدث هذه يعني هذه من مجالاته.
جميل. طيب نبي نتكلم يعني من الإضافات الشخصية على السمات الشخصية. الحين بنتكلم لو بنتكلم عن السمات الشخصية اللي تكون بالفرد ما اللي يضيف لها العمل التطوعي كسمات شخصية من جانب أنت يمكن ذكرت نقطة مهمة هي الثقة، غير من الأمور اللي ممكن تضيف لك إياها العمل التطوعي. يعني تحس براحة، يعني أنت لما تسوي شيء أي إنجاز، أي إنجاز لك الحمد، يعني تحس براحة. كفاية أن تكون في التاريخ، كفاية أن ينذكر اسمك في التاريخ. حنا يعني على قولتهم حنا رايحين بالأول بالأخير، حنا الواحد عابر سبيل، فودك أن الواحد يترك له بصمة في هالمجال أو في مجالات أخرى، أي مجال يعني. والحمد لله يعني مثل ما قلت لك الجانب الحمد لله النفسية ارتاحت، الواحد تطرق لأمور كثيرة، يعني بدل مثلا نروح نقعد بقهاوي ما قهاوي، لا الحمد لله يعني الواحد يستغل وقته. جميل. يمكن وصلنا معاك استاذ مبارك الى الختام، قبل ان نختم ودنا نسمع كلمه اخيره منك. انا اوجه رساله طبعا لكل زملائي الصحفيين، واوجه رساله لكل فرد كويتي شاب انه يتطرق لهالامور ويتطوع في اي مجال، اي مجال هو يشوف نفسه فيه خليه يروح له، راح تغير عليه امور، حتى اقسم بالله انه راح يرتاح داخليا، راح يرتاح بيته، راح يرتاح يحس انه هو انجز، راح يدش اسم التاريخ. احنا ما يعني مو يهمنا الهم الكبير التاريخ، لكن يعني ان انسان لما يموت يبقى ذكرى بس. فانا اتمنى ان ان شاء الله، وحنا متأملين وحنا شفنا كثير من الحملات طلعت، واتمنى ان الكل يشارك. ومشكورين والله، يعطيكم العافيه، واشكرك استاذ علي، واشكر المعدين، واشكر برنامج شباب اليوم. كل الشكر لك استاذ مبارك المياء الصحفي في جريده الاكاديميه، نعطيك الف عافيه ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في هذه الجريده وفي مجال الصحافه بحد ذاته. اعزائي المشاهدين، قبل لا نختم معاكم حلقتنا لهذا اليوم، باكر ان شاء الله التطبيقي والمعهد التطبيقي ان شاء الله والتدريب والمعاهد الكليات كلها ان شاء الله راح يكون فيها الانتخابات باكر. يمكن رسالتنا اللي دائما نقولها حق كل زملائنا واخواننا الطلبه ان الانتخابات يوم، والزماله والصداقه والاخوه والرابطه اللي ما بيننا هي اللي تبقى دائما موجوده. دائما احنا اول من يبادر بان يبارك للفائز، سواء كان ضدنا او احنا او معانا او ايا كان هذا الشخص الفائز، مبارك له ونقول له الف مبروك. نتمنى باكر ان ما نسمع اي خبر قد يعني يعكر صفو الجمال اللي قاعدين نشوفه في الاعراس الديمقراطيه السابقه. نتمنى ان ما نشوف مثل ما شفنا في غيره من الجامعات، وشفنا يمكن في امور يمكن يعني ما ودنا نذكرها ولا نتطرق لها. رسالة لكل أخواننا الطلبة وأخواتنا الطالبات، نقول لهم ابتعد كل البعد عن القبلية والعنصرية والطائفية وكل أمور ممكن أنها تفرق هذا المجتمع، المجتمع الكويتي المتحاب الجميل اللي تعودناه، مجتمع جدي وجدك وغيره من أهالينا وأمهاتنا وأبهاتنا. نتمنى كل التمني أن ما نشوف هذه التفرقة ولا تسود هذه التفرقة ما بيننا، ونتمنى أن يكون اختيارك وتصويتك على مبدأ مو على أي من هذه التقسيمات اللي ذكرناها. نتمنى التوفيق للكل، ونتمنى التوفيق لكل طلبة المعاهد والكليات التطبيقية. وبكذي نكون وصلنا معاكم إلى الختام. باكر إن شاء الله حلقتنا مميزة بتميز ضيوف كالمعتاد، مثل ما عودناكم دائما الضيوف يكونوا مميزين وعلى قدر من التميز. نلقاكم باكر، نذكركم بأن العادة باكر الساعة 1 الظهر. إلى الغد نلقاكم على خير، مع السلامة.